المصالح الصحية الجوارية واهتمامنا بهذه المصالح، لأن هذه هي تهدف تقديم خدمات صحية مباشرة للمريض لنقلص على عدد المرضى اللي يروحوا المستشفيات الكبرى وما يحتاجوش تدخل المستشفيات الكبرى. لكن باش ما يروحوش المستشفيات الكبرى لازم نعطولهم وين يسكنوا من أحسن خدمات صحية. كل الولايات في الجزائر، كل الأماكن وكل العيادات وكل المستشفيات في الجزائر إن شاء الله تصبح بنفس الشكل، هذا الشكل نظن راكم قابلينه لأنه طابع عصري وطابع يهدأ. إحنا ومعنا جهزنا لهم وعطينا لهم محيط للعمل أحسن، هذا نطلب منهم برك بالنسبة للمواطنات والمواطنين يكون استقبال أحسن وتكون نظافة أحسن وتكون الصيانة أحسن، والمريض إن شاء الله هو الهدف نتاعنا والمريض هو إن شاء الله نالو الثقة نتاعو. عندنا يعني شهر أو أكثر من شهر انطلقنا في إنجاز يعني انطلقنا في الأشغال لإنجاز 3 مستشفيات 120 سرير عبر الولاية، وكذلك يعني عيادة توليد. هذو كانوا مشاريع يعني على كل حال أقليمة وما انطلقتش الأشغال. الحمد لله اليوم الأشغال راهي منطلقة، يعني سي المؤسسة الوطنية كوسيدر اللي راهي عاكفة على يعني الانطلاق في هذه الأشغال،